مع نهاية عام 2019 ظهر فيروس كوفيد-19 في الصين وبدأ بالانتشار في عام 2020، وهذا الانتشار سبب إلى إغلاق كثير من الدول، مما أدى إلى أضرار صحية وأضرار أمنية وأضرار اقتصادية. ولهذا اتخذت الكثير من الدول الإجراءات الصحية والوقائية لمنع انتشار هذا الوباء، وهنا في المملكة العربية السعودية وتحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين باتخاذ جميع التدابير الوقائية من قبل القيادات الصحية والأمنية لمنع انتشار هذا الوباء. ونحن بدورنا في شركة إزري السعودية وبالتعاون مع وزارة الصحة قمنا بإنشاء العديد من التطبيقات والحلول المبنية على نظم المعلومات الجغرافية، والتي تساهم وتساعد باتخاذ الإجراءات الوقائية ورصد الحالات المصابة في المملكة العربية السعودية. أحد التطبيقات الأشهر والأكثر انتشاراً هو داشبورد أو لوحة بيانية لإظهار الحالات المسجلة بشكل يومي، بالإضافة إلى الحالات المتعافية والوفيات والحالات المختبرة أيضاً بشكل يومي. فيمكن أن نلاحظ هنا على سبيل المثال، يمكن للمستخدم معرفة عدد الحالات المصابين بالمرض اليوم وبعدد الإصابات بالنسبة لكل مدينة، وكذلك بالنسبة للمتعافين والوفيات، بالإضافة أنه يمكن الاطلاع على الحالات بشكل تراكمي منذ بدء الأزمة لليوم. وهناك أيضا رسوم بيانية لمساعدة المستخدم لفهم التطورات لهذه الجائحة، بالإضافة لخريطة تفاعلية لفهم أكبر لانتشار الفيروس حسب المدن. RGS Hub هو أحد الحلول المقدمة من شركة إزري السعودية، وهو عبارة عن منصة ويب تشاركية تضم العديد من تطبيقات وبيانات وزارة الصحة، والتي تتيح للمواطنين معرفة كل ما هو متعلق بكوفيد-19. تعرض المنصة العديد من البيانات كالإحصائيات والرسومات البيانية، وكذلك لوحات التحكم الجغرافية التي تعرض العديد من المؤشرات والخرائط التفاعلية لمواقع انتشار الفيروس. كما تحتوي المنصة على مجموعة من الوثائق والبيانات الجغرافية الموثوقة والصادرة من وزارة الصحة والجهات العالمية المعتمدة مثل جامعة جون هوبكنز، وبالتالي يتاح تحميل هذه البيانات من خلال المنصة والاستفادة منها من قبل الباحثين والمهتمين بدراسة انتشار الفيروس ومشاركة النتائج مع المجتمع. هناك بعض الدول التي لها كانت تجارب في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية، سنستعرض مثلا كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، بوليفيا، ماليزيا والعديد من الدول العالمية الأخرى. أما بالنسبة لمنطقتنا، فأيضا شركة أسري كانت قد أطلقت منصة كوفيد-19 للشرق الأوسط وأفريقيا، وكان العديد من الدول العربية تجربة في هذا المجال في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية. أيضا على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة، العراق، ليبيا، تونس، المغرب، لبنان، فلسطين والعديد من دول المنطقة. جميع هذه التطبيقات وأكثر تم إنشاؤها لخدمة الإنسان والمجتمع في المملكة العربية السعودية وللمساعدة في التصدي لجائحة كورونا كوفيد-19، كفانا الله وإياكم شرها. أخيراً لا يسعني إلا أن أرجو باسمي وأسم عائلة أزري العربية السعودية على الجميع بالالتزام بالإجراءات والتوجيهات الوقائية والصحية، متمنياً للجميع الصحة والعافية. دمتم بخير. أزري السعودية. Thank you.